لأول مرة في الوطن العربي بيبسي تقدم The X Factor، برنامج اكتشاف النجوم العالمي. X Factor is finally coming to the Middle East. إن كنت تملك الصوت والحضور والقدرة على الإبهار، وإذا كان عمرك بين 16 و100 سنة، أو كنت ضمن فريق موسيقي، شارك في اختبارات الأداء في تونس في 15 نوفمبر بفندق كارتاغولو بالاس. حضر 3 أغاني من اختيارك، اصطحب أهلك وكل أصدقائك، ربما تكون النجم العربي الأول للإكس فاكتور.